السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أيضا من أحكام الصيام في رمضان، كان كيتسألوا الناس كثير على اللي مات لا قدر الله، مات وعليه صيام، ماذا عليه أن يفعل؟ هنا العلماء قالوا بأن الإنسان يصوم عليه الورثة ديالو كيصوم عليه، أو يفدون عنه فدية، وغادي يكون إن شاء الله تعالى العمل صحيح بإذن الله. هؤلاء كلهم أفطروا، لماذا؟ لأنه عندهم عذر شرعي، ربي سبحانه وتعالى اللهم ارحم ضعفنا كيراعي الصحة ديال الإنسان، كيراعي القوة ديالو، وجاب لنا رمضان ليس للمشقة وإنما جاء به للعبادة وجاء به لتنظيف الجسد، ولكن أصحاب الأعذار الشرعية قلم الله تعالى أنهم يفطروا ومن بعد يقضيوا بعد رمضان، واللي ما يقدرش يصوم نهائيا يفدي إطعام مسكين عن كل يوم. كاين قضية ثانية، وهي اللي فطر وهو ليس من أصحاب الأعذار الشرعية. كاين واحد الناس فطروا في رمضان ربما أشقل له راسه، هذا عليه أحكام أخرى. الإنسان الذي أفطر بلا مرضين ولا سفرين عليه أحكام أخرى، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أولا عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر أطعم 60 مسكينة. هذه الكفارة لمن أفطر في رمضان عمدا. شي واحد ربما قال له راسو أجي نفطر، إما شرب الماء، وإما أكل الطعام، وإما جامع زوجته، أو غير ذلك من الأمور. كاين شباب كيوقع عليهم هكذا، وكاين شباب اللي عندهم بعض الجمعيات الحقوقية كيقول لك كل واحد هو حر في راسو، حرية فرضية، لكن من بعد كيتندم مع الحال وكيقول يا ربي أجدرت، كيسول ماذا قال الفقه الإسلامي. كنقولوا الشريعة الإسلامية قالت لنا أن من أفطر في رمضان عمدا فعليه ليس القضاء، وإنما عليه الكفارة والقضاء جوج، يقضي ذلك اليوم ويكفر عن خطيئته. هذه الكفارة كتكون على الترتيب ماشي التخيير. الترتيب كيكون أولا عتق رقبة مؤمنة، لكن عتق الرقبة اليوم مبقاش، العبيد لم يعودوا في البلاد الإسلامية ولا في العالم برمته تقريبا، وقد يعودوا من يدري، لأن الحياة السياسية والصراع بين الحق والباطل دائما موجود، ممكن تنقلب المفاهيم ويعود الظلم وتعود الدكتاتورية ويعود الاستبداد ويعود الرق من جديد. الرق راه في أمريكا احتل العشرينات من القرن الماضي، ومازال الرق موجود في أمريكا وسوق النخاسة ويباع ويشترى. يعني واحد 100 سنة كان مازال الأمر عادي جدا جدا، كان يعتبر بأول. الآن في إفريقيا الجنوبية والبيض والسود، المهم احنا الحمد لله في العالم الإسلامي ما كاينش الرقاب، لأن الشريعة الإسلامية هي هدفت منذ أن أنزلها الله تعالى أنها تنهي العلاقة مع الرق، مع العبودية، ولهذا ربنا شرع الكفارات. الكفارات معظمها عتق رقبة عتق رقبة عتق رقبة، كل عمل يترتب عليه كفارة إلا وربنا شرط وفرض عتق رقبة، هذا أول شيء. فإذا ما كانش عتق رقبة، ماذا يفعل من أفطر في رمضان عمدا؟ عليه صيام شهرين متتابعين، لابد أن يصومه متتابعين. لكن يقدر يقول الإنسان أني ما نقدرش، أنني صمت نهار واحد ولم أستطع أن أفطر، أن أتابع الصيام. هناك يقول العلماء إذا لم تستطع عليك إطعام 60 مسكينة، أنك غتجمع المال وتطعم به واحد 60 مسكين، وبذلك تكون بإذن الله تعالى من الذين ربنا سبحانه وتعالى غفر لهم، وإلا فأمرك إلى الله جل جلاله. الإفساد ديال الصيام عنده أسباب اللي كيفسد الصيام، ثم هذا الصيام هو كيوجب على المسلم يكون بالغ، يعني أننا كان صغير قبل حصول البلوغ هذا ما عليه صيام،
والعلامات ديال البلوغ هو بالنسبة للولد أنه إنبات الشعر. الولد الصغير عنده 12 عام 13 عام كنلاحظوا بأن عنده إنبات الشعر في الإبط ديالو في العانة ديالو، هذه علامة على أنه بلغ، أو أنه نزل منه الماء، ماء المني بشهوة، هذا يدل على أنه هذا الصغير بدأ يبلغ مبلغ الرجال، خاصو يصوم. قد يكون 12 عام 13 عام. والبنات كيصوموا قبل، كاين البنات اللي كيصوموا على 9 سنين على 10 سنين، لأن البنت دمها سخون. والعلامة ديالها كذلك وهو وقوع الحيض، البنية كتشعر بالحيض. فاللي كان ما فيش هذه العلامات لا يصوم، لأن الطفل الصغير قال عنه الله، قال عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، منهم عن الصغير حتى يبلغ، حتى يبلغ. ثم كذلك خاص يكون مسلم وبالغ وعاقل، خاص يكون عاقل عنده العقل. إذا كان شي واحد لا قدر الله مجنون أو كان معتوه أو كان مخرف، هذا ما 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 مكلف، غير مكلف، لأن مناط التكليف هو العقل، خاص يكون إنسان عاقل وكيفهم وكيميز. أما إذا وقع له جنون أو خرف هذا لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، منهم عن المجنون حتى يعقل. ثم يكون مسلم وبالغ وعاقل ويكون قادر، لأن غير القادر لا يصوم، غير القادر هو العاجز، هذا ما عليه صيام. وهذا العجز قد يكون طارئ، إنسان ربما كان صحيح، كان بخير وعلى خير، واحد اللحظة وقعت لي حادثة أو وقع لي شي واقع من المواقع وصار غير قادر عاجز، هذا غادي يفطر، ولكن سوف يقضي بعد أن يتجاوز هذا العجز الطارئ. أما اللي عنده عجز دائم، عجز دائم يعني مريض مرض مزمن، ولا هو كبير السن، امرأة كبيرة أو رجل عجوز أو شيخ كبير، هذا ما عليه، هذا عجز دائم، هذا فقط سوف يفدي عن كل يوم يفدي. الأطفال الصغار ملي كيبغوا يصوموا هو في الأصل خصنا نعلموا وليداتنا الصيام ونعلموهم الصلاة، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. الصلاة هي ركن أساس من أركان الدين، كنبداو نعلموا الأطفال الصغار ديالنا الصبية، نعلمهم الصلاة أولا على سبع سنين بالكلمة الطيبة، ونحرصوا على التقليد أن يقلدوننا في الصلاة، كنعلموهم خطوة خطوة ثلاث سنوات لسبعين حتى لعشر سنين. عشر سنين هنا كنبدأ نتعلم مع الأولاد الصغار، ماشي بالتقليد كنبدأ نتعلم معهم، نتعامل معهم وشوية ديال شوية الخشونة، لأن الإنسان خصو شوية الشدة باش يفيق، باش يكون محفز. واضربوهم عليها لعشر. وكان الصحابة رضي الله عنهم كيعلموا ولادهم الصيام والصلاة، واللي كان مقدرش يعطوه اللعاب يتلهى بها، كيبقى يلعب بها حتى يقدر أنه يبدأ يصوم ويصلي. هذه لابد من النشأة، هذه كتسمى النشأة الإسلامية. وكان نأخذ ولداتي معايا للتجمعات، واحد تجمع ديال أهل القرآن، أمسية قرآنية، صبحية قرآنية، جلسة إيمانية، كناخذ معايا الوليدات. أنا كنفرح كثير ملي كنلقى في الشارع غادي واحد الأسرة، غادي الزوج والزوجة وليداتهم، غادي للجامع، ولا غادي للمركب الثقافي، ولا غادي لواحد التجمع ديني، يعني كتحس بأن الأسرة كتربى على هاد القيم، راها مهمة للغاية، لأن الأسرة اللي فيها هاد الصفات غادي تكون في مأمن عن المصائب اللي كتسننا بعد المراهقة. الأولاد راه كيتصابوا بجنون، كيتصابوا بحمق، كيتصابوا بفوران عاطفي، كتجيهم مراهقة قوية، كاين اللي كيدخل لك الفيلم ديال العشق والهيام ويدير لك مصائب، وكاين اللي كيدخل المخدرات، لكن إذا ربينا هم من الأول على هاد الأسرة، الأم والأب كيمشوا للمساجد، كيمشوا للأذكار، كيمشوا للتجمعات الدينية، كتسمع عندنا أسرة محترمة وأسرة يعني في أمان، كتنشأ
في نشأة إسلامية ربانية. الناس اللي هما لهم أن يفطروا في رمضان، لأن ماشي كل شيء كيصوم، كاين واحد الفئة الله سبحانه وتعالى دار لهم العذر وقال لهم أنهم ما يصوموش. يعني الإسلام مبني على اليسر وعلى عدم الشدة. فالناس اللي ربي سهل لهم ما يصوموش، كل من كان عنده المرض اللي هو مريض، هذا المرض أنه ربنا قال لنا فمن كان منكم مريضا، ومن كان مريضا هذا خصو لابد أنه يفطر. لكن المرض مرض حقيقي، اللي عنده مثلا جرح في الأصبوع وما كيتسماش مرض، اللي عنده الزكام ولا عنده السخانة هذا لا يسمى مرض، اللي عنده وجع في الضرس أو في السنان لا يسمى مرض، هذا ألم ألم وغادي يدوز. لكن المرض هو مرض حقيقي اللي الإنسان ما يقدرش يصوم معه. ديك الساعة ربي عز وجل قال لي لك أن تفطر، الله رحيم. كذلك اللي هو كيسافر، المسافر، المسافر سفر اللي هو سفر مباح أو سفر طاعة، كاين اللي غادي يسافر سفر طاعة يصل الرحيم، أو غادي يمشي لشي مكان فيه شي مسجد أو شي مركز ديال العلم، هذا سفر طاعة عنده الأجر والثواب. ولا كان سفر مباح يعني للسياحة ولا للتجارة كله مباح. إلى الإنسان قطع أكثر من 80 كيلومتر ثم شعر بالتعب وهو مسافر له أن يفطر، ربنا أعطى هذا الرخصة. قال إن الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني في الغالب قالوا العلماء يشعر بالسفر بالمشقة، عنده مشقة زائدة له أن يفطر، خصوصا أيام زمان كان الناس كيسافروا على الدواب وكانت الحرارة مفرطة وكيكون العطش. حنا اليوم الحمد لله عندنا سيارات مكيفة، عندنا التسهيلات كثيرة، ولكن كاين اللي كيسافر واحد السفر طويل وصدف واحد اليوم اللي هو مشمس وحار كيعاني إلى ما قدرش يصوم، الله تعالى أعطى هذا الرخصة. قال لي فعدة من أيام أخرى، يعني كيفطر اليوم ويعاود يردك اليوم في بعد رمضان إن شاء الله تعالى. أيضا من الذين لهم أن يفطروا في رمضان المرأة الحائض. المرأة الحائض الحيض هو دم طبيعي، ربي كتبوا على بنات حواء عندهم في أوقات معلومة ملي كتجي دم الحيض معناه أن المرأة لا تصوم. علاش؟ لأن ذاك الدم كيخرج منها كيستنزف لها الطاقة، كيستنزف لها القوة، والله تعالى رحيم بالعباد. وزيد على المرأة الحائض المرأة النفساء، المرأة اللي كتوضع المولود وكيبغي يخرج منها الدم بسبب الولادة، حتى هذه أيضا كتألم وكيستنزف الطاقة ديالها، الله سبحانه وتعالى قال لهم فعدة من أيام أخرى. وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، المرأة الحائض والمرأة النفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة مقدسة، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، الصلاة نفت وقتها ما بقات تعاود ترجع. ولكن الصيام حتى كيكون غير مرة كنحاولوا أننا نقضي بإذن الله تعالى. وكذلك المرأة إلا كانت حامل ولا كانت مرضع، المرأة إلا كانت مرضع واحد السؤال إلا تعرضت له السين كيقول لك مراتي كترضع، واش إلا رضعت في نهار رمضان غتكون فطرات؟ لا لا علاقة بالإفطار، المولود كيرضع في الأم ديالو الصيام صحيح، لأن داك طعامه. هذه ماشي علاقة عاطفية جنسية، هذه علاقة ديال الحياة. ربي عز وجل ملي كيولد المولود يفجر له عرقا في ثدي أمه، في الثدي الأولى في طعام، والثدي الثانية في شراب، في الصيف يكون باردا وفي الشتاء يكون دافئا. هذه كرامة الرحمن، ربي كيعلمنا بأن الرزق مضمون. الناس كيتخاصموا على الرزق كيبقى يفكر إمتى رزقي غيتقطع، ورزقك مضمون. شوف لما كنت راضيا الله تعالى جاب لك الطعام من تدي أمك بلا تعب ولا مشقة، وحتى الأم ما كتشري ما كتنفق، يعني كتجلس وكيفيض عليها الحليب، حتى أن بعض النساء إذا ما ردعتش هي كتشعر بالألم في تديها. فالمرأة إلى قدرت أنها تردع وشعرت بالصحة والعافية وولدها مزيان تصوم، لكنها
اذا شعرت بان هذا الصيام كيجيب لها السخفه والعياء، وان اللبن في ثديها قل والرضيع غادي يبقى ما ياكلش، هنا اباح لها الشارع الاسلامي انها تفطر من اجل رضيعها. كذلك شبيه بها المرأة الحامل، المرأة اللي كانت حاملة وقادرة تصوم ما شعرت لا بتعب ولا بمشقة لها أن تصوم، لكن في الغالب المرأة الحامل كتكون سخفانة، ما عندهاش القدرة فاش تحرك، كتفيق في الصباح الباكر كتشعر بالجفاف في حلقها، وكتشعر بأن ضربات نبضات القلب ضعيفة، وكتشعر بأن القوة ديالها هزيلة، خصها تاكل. لماذا؟ لأن الحمل اللي عندها في بطنها يأكل منها ويأكل معها. فربي عز وجل الرحمن الرحيم أباح للمرأة الحامل والمرأة المرضع أنهما يفطران في رمضان، وبعد ذلك إن شاء الله قال لنا دوما فعدة من أيام أخر، يعني ماشي الفدية خاصها القضاء، الفدية لمن كتكون؟ الفدية كتكون عن العجز عن الصيام لكبار أو لمرض لا يرجى برؤه، هادو هما اللي عندهم الفدية. إنسان مثلا عنده واحد المرض خبيث، الله يسترنا ويستركم، عنده مثلا السكري طالع بزاف أو الطونسيون طالع بزاف وما صعيب باش يرجع، أو عنده سرطان والعياذ بالله، أو عنده مرض الكلى أو غيرها من الأمراض، هذا مرض لا يرجى برؤه ولا حتى بغى يبرد سنين. وكذلك لكبار، إنسان صار فات 60 70 ولا الله يرحم ضعفنا، حنا كنبداو ضعاف وكنتهاو بالضعف، إذا كان كبير السن وعاجز عن الصيام هذا كيفطر، هذا هما اللي عليهم الفدية، العاجز لكبار أو لمرض لا يرجى برؤه، هذا اللي قال فيهم الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني يطيقونه بمشقة زائدة، راه يقدر يصوم. كاين بعض الناس كبار كيقول لك انا باغي نصوم، هو يقدر يصوم ولكنه بمشقة زائدة، ملي كيصوم ربما الطبيب كيقول لي راه كتهدد الاعضاء الاخرى في الجسد، راه ربما كيتأذى لك الكلي، كيتأذى لك البصر، كيتأذى لك كذا، فكيقول لي من الافضل ان تفطر. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.